تدعينا وقوم بالسلامة يا رب. أنت قادر على كل شيء. الدكتور أحمد خالد توفيق الملقب بالعراب نشر مقال في عام 2012 في مجلة الشباب تحت عنوان ألغاز طبية، كان بيتساءل فيها عن لغز طبي كل متابعي الدراما بيحتاروا لما بيشوفوه، إيه حكاية هات المية السخنة أصل البطلة بتولد. العراب كان في دماغه إنه لما يلتحق بكلية الطب فهيعرف استخدام المية السخنة ده، بيقول أنا دخلت وخرجت ولسه ما أعرفش إيه استخدامات المية السخنة دي. أنا الدكتور أنس ويلا بينا نعرف ايه هي استخدامات المياه السخنة اثناء الولادة. في حلقتنا النهاردة مش هنتكلم عن استخدام المياه السخنة ايام المسلسلات القديمة، غالبا بيقولوا انهم كانوا بيستخدموها ايامها عشان ينظفوا البيبي بعد ما يولد من الدم اللي نزل بيه، او كانوا بيبلوا شوية فوط كده ويبدأوا يحطوها على جسم الانثى اثناء الولادة عشان تساعد في عملية ارتخاء الرحم، وزي ما احنا عرفنا كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما بيحصل ارتخاء، ولو ما شفتش الحلقة اللي فاتت هتلاقي فيها شرح هناك. جميل، احنا النهاردة هنتكلم عن الدراسات الحديثة اللي بتتكلم عن ولادة الانثى بالكامل داخل المية وان البيبي ينزل جوه المية. قبل ما نتكلم عن الموضوع ده محتاج اعرفك ثلاث حاجات هنحتاجهم جوه الحلقه. اول حاجه مراحل الولاده نفسها. الولاده بتتقسم لاربع مراحل. اول مرحله اللي هي توسع عنق الرحم عشان البيبي يقدر ينزل، اما المرحله الثانيه فهي نزول البيبي وبنهايه المرحله الثانيه يبقى البيبي بره. المرحله الثالثه هي انفصال المشيمه عن جسم الانثى وخروجها بره، والمشيمه هي عباره عن الجزء اللي بيربط الام بابنها. اما المرحله الرابعه فهي مرحله الاستشفاء. تاني حاجة هتحتاجها النهاردة واللي هي الـ VAS. الـ VAS هو عبارة عن مقياس بقيس في درجة الألم أثناء الولادة. أما الحاجة الثالثة اللي هنحتاجها فهي الـ ABAGR score أو أبجار score، زي ما انت سمعت أبجار score، ده مقياس بقيس بشوية حاجات على الطفل بعد ما يولد زي نبضه وحالة العضلات بتاعته. دلوقتي نقدر نتكلم عن الدراسة اللي معانا في مارس 2016 تقريبا، نشرت المؤسسة التركية الألمانية بحث بعنوان تأثير الولادة في المية على الجنين والأم. في التجربة دي تم فحص ولادة عدد كبير من الإناث، 207 منهم تمت ولادتهم في المية، 204 ولدوا طبيعي، 191 واحدة ولدوا مع شوية مسكنات من الظهر، ومعظمنا عارف الحقنة اللي بتتاخد في الظهر. البحث ده هيتم على خمس حاجات. اول حاجة هي الابجار سكور اللي اتكلمنا عنها من شوية. تاني حاجة هي الـ VAS اللي اتكلمنا عليها برضو من شوية. تالت حاجة لو حصل فيه اي قطع او اي جرح في المنطقة اللي تحت. رابع حاجة احتياج الطفل لحضانة بعد الولادة. خامس حاجة هي فترة المراحل بتاعة الولادة، المراحل الاربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم في اول الحلقة. الدراسة دي نتج عنها بأن فعلا ولادة الأنثى لطفلها في المية قلل فترة أول ثلاث مراحل من مراحل الولادة. تاني حاجة فعلا ما كانش فيه أي تأثير على الأبجار سكور في ثلاث أنواع الولادات، الطبيعية واللي في المية واللي معاها مسكن. أما بالنسبة للـ VAS سكور اللي مسؤول عن الألم أثناء الولادة، فعلا الناس اللي ولدت في المية كان عندها درجة ألم أقل من غيرها. اما بالنسبه للقطع والجرح اللي حصل تحت فاللي ولدوا في الميه هم الاكثر تعرضا للموضوع ده، ولكن الحمد لله ولا واحد من الثلاث انواع في الولاده حصل له وفاه، ولكن احتياجهم للحضانه كان كلهم شبه بعض. تكاد تكون الولاده في الميه حاجه كويسه اثبتت فعاليتها، ومن خلال الابحاث والدراسات كان ليها دور مهم في تخفيف الم الست اللي بتولد، ولكن مش هي الحاجه الاساسيه اللي فهموها لنا في الافلام والمسلسلات اللي ما ينفعش الست تولد من غيرها. اظن ساعتها كانت المية السخنة بتستخدم عشان يعملوا شاي للداية وللست اللي بتولد وعشان يستنوا الحلقة الجاية بتاعتي. رمضان مبارك، انتظروني. سلام.